باركوا لعينيكم واحسنوا الى مبعوديكم ولا تدينوا كي لا تدانوا وصلوا من اجل الذين يضطهدونكم ويسيئون اليكم حتى في الاعتداء يعني قاوموا لا تقاوموا الشر بالشر ولكن قاوموا الخير بالشر وهكذا وفي النهايه لكن لنا هذا الكنز هذا النص في الانجيل المقدس لكن لنا هذا الكنز اللي هو الروح في اوان الخزافي اللي هو الجسد لكي تكون القوة من الله لا منك فالمحبة لا تسقط أبدا الأنبا شنودة نيح الله نفسه قال الذي يعمل يأخذ أجر من أجل العمل أما الذي يحب أجره هو الحب فاجعلوا قلوبكم به نهر من الحب فماذا ينفع الإنسان إن ربح العالم وخسر نفسه آدميته وإنسانيته ووطنه فالعالم كله يعني سواء كان أو كان الدين للديان والعالم كله وطن لبني الإنسان سواء كان هذا الإنسان أو كان أنا بحييك يا دكتور ثروت حقيقي احنا كلنا أبناء ليك وأنت أب روحي لينا مش عايزين نكبرك ولكن الكبير كبير يعني الكبير كبير رمقان والسن ده رقم في البطاقة العربية بحالتها مش مدلها فربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك يا رب وشكرا لهذا الجمع الكبير شكرا للأزهر شكرا للكنيسة المصرية شكرا للمسيحية المصرية المختلفة عن مسيحية العالم شكرا للإسلام المصري المختلف عن إسلام العالم لأن مصر متدينة قبل نزول الأديان مصر تستوعب 7000 عام من الحضارة وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله اسلم بوجك يا فضيلة الشيخ ايوه ايه الحلاوه دي